اسمك الكريم؟ عوض محمد عوض. يا عوض، معلومة وجائزة، اعطيني المعلومة الصح اعطيك الجائزة ان شاء الله. من مؤلف اول معجم للغة العربية؟ سؤال عقيدة ما واضح الحال فيه. سؤال عقيدة ما واضح الحال فيه. ما اعرف. شوف عامل هو كتاب اسمه العين. شوف كرر لك سؤال. الكتاب اسمه العين، لكن دلي اسم المؤلف. ماشي ماشي كذا ما بقدر. شوف الاخ. يلا شكرا لك. يلا شكرا. اسمك الكريم؟ خضر سعيد. يا خضر، من وين يا خضر؟ من ابين. ابين. طيب، من هو مؤلف اول معجم للغه العربيه؟ اسمه الحاج مغال محمد، الله الاسم. من؟ محمد. محمد من؟ محمد صالح. محمد صالح الاحمر. لا. من هو مؤلف اول معجم في اللغه العربيه؟ محمد سعيد، مش عارف من الباقي. محمد سعيد من؟ القباطي. هذاك حق الحلويات. لا لا، محمد سعيد ثاني، واحد اسمه سعيد ثاني. اسمك الكريم؟ صديق صلاحي. صديق الصلاحي، من وين؟ من ابين. من ابين. من هو مؤلف اول معجم للغه العربيه؟ محمد بن اسماعيل البخاري. هذا معجم للغه العربيه. معجم للغه العربيه كتاب ولا؟ ايوه كتاب العين. ايش اسم المؤلف؟ بخاري. لا شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الاحوال؟ الحمد لله. يا معين. يا معين. الله يعين الجميع. الجميع. كيف حالك؟ الحمد لله. اسمك الكريم؟ صالح محسن سالم. صالح. طيب يا صالح، انا اديك سؤال واعطيني الجواب واعطيك 80,000. ايه سأل. اسال ولو قطعناك عن عملك. لا اسال. الله يحفظك. من هو مؤلف اول معجم في اللغه العربيه؟ الكتاب اسمه كتاب العين. هيا قربت لك. مشتي لنا الاسم، اسم المؤلف. اظن الخليل. ها؟ الخليل. من؟ الخليل. الخليل. الخليل قول. الخليل. الخليل متأكد؟ ايوه ايوه متأكد. الخليل من؟ خليل احمد. ها ها خليل احمد بن احمد. الخليل بن احمد بن احمد الفراهيدي. الخليل بن احمد الفراهيدي. متاكد؟ ايوه. اجابه. ايوه اجابه. صحيحه. والجائزه 80,000 ريال. مبروك عليك الجائزه. الله يحفظك.